لكن نرجع ناخد الحاج عامر حسين من تاني. السلام عليكم يا حاج عامر. الحمد لله. انا ايه اللي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. دايما بنقول على الحاج عامر الجندي المجهول، ودايما احنا عندنا مسابقه الدوري مختلفه عن العالم كله، ولكن في النهايه في ظروف بتحكمنا، والنهارده تم الاعلان على مباراه القمه يوم 26 ابريل. بشكر حضرتك طبعا، واحنا فعلا عندنا الظروف، المحنه تبع الاتحاد الافريقي هيبقى عندنا الظروف ديت، لان في بعض المعوقات الحقيقه اللي ما تمشيش مع النظام بتاعنا، اهمها ان الاتحاد الافريقي بيحدد ايام جمعه سبت حد، والنادي بيحدد قبلها ب 10 ايام ميعاد المباراه بتاعه. قلت له انت تحط الجدول، انت مش عارف حتى هو هيلعب جمعه وسبت وحد، هيلعب بره ولا جوه، لان ظروف الطيران عندنا مختلفه غير اوروبا خالص. بالظبط، اوروبا بيثبتوا الجدول بتاعهم سبت وحد، فاللي بيلعب في اوروبا بيلعب ثلاث واربع ويرجع يلعب السبت او الحد تاني، بيروح في ساعتين ويرجع في ساعتين. عندنا مشكله كبيره. الاتحاد الافريقي الحقيقه لاول مره برضه السنه دي من ايه بيحط مباراه في شهر خمسه، ما كانتش موجوده في الاجنده اللي هي 14 و15 5 دوري المجموعات. تمام، فطبعا عملت مشكله كبيره بالنسبه لنا. نمره ثلاثه ان هو بيلعب جمعه وسبت وحد، يهب بعد كده تلاقيه بيعمل مباراه العوده ثلاث واربع. الحقيقه انا مش فاهمها خالص، يعني ولا مثبت جمعه وسبت وحد ولا مثبت ثلاث واربع، ليه مباراه جمعه وسبت وحد وبعدين مباراه العوده ثلاث واربع؟ برضه مش فاهم حاجه. وحضرتك عارف ان قبل المباراه باربع ايام النادي ما بيقدرش يلعب طبعا، ولغايه بعد ما يرجع بيرجع بعدها باربع ايام عشان يلعب. مع يوم المباراه يعني كل مباراه في بطوله افريقيا بتاخد مني تسعة ايام بيتهدروا مني. فلما يعمل مباراتين في شهر خمسه، واحده يوم 4 و5 و6 والثانيه 14 و15، معنى كده مضيع 18 يوم في شهر خمسه، وهو عارف ان دي سنه كاس عالم لازم بالظبط الدول كلها خاصه من وصلت انها تنهي في وقت معين، ودي ما كانتش موجوده في اجنده اللي هو المباراه الثانيه الجوله الثانيه بتاعت 14 15. فطبعا عملنا مشكله كبيره، بالاضافه طبعا ان النادي المصري حضرتك عارف ان هو لاعب التمهيدي هو والمقاصه بالظبط، وبعد فلعب مباراتين زياده، وبعدين لعب الملحق الافريقي فلعب مباراتين زياده ثانيين عن الاهلي والزمالك. طبعا عنده المصري عنده مؤجلات كتير جدا، والمصري مش من الانديه اللي عنده كم من اللعيبه انه تقدر تضغطه بشكل ممكن تعملها مع الاهلي، ممكن تعملها مع الزمالك، انما مع النادي المصري ما تقدرش تضغط الضغطه ديت. وبالتالي في ثلاث مؤجلات للنادي المصري. فاحنا طلعنا الجدول النهارده فعلى ان هننتظر الموقف النادي المصري ان شاء الله ربنا يوفقه ويخش دوري المجموعات مع النادي الاهلي. وبعدين منتظر ان انا اشوف يوم 4 و5 و6 هيلعب فرق يوم فيهم في القرعه، وهيلعب بره ولا جوه المباراه الاولى، وبالتالي المباراه الثانيه هيلعب بره ولا جوه. لا الله يعينك، الله يعينك يا حاج عامر، الله يعينك. ده ملهاش ماسكه، يعني ملهاش ماسكه. انا بقول لحضرتك الاتحاد الافريقي يعني لازم يحدد زي اوروبا، يحدد يومين وسط الاسبوع او حتى جمعه وسبت وخلاص على كده، ويحدد قبلها يبقى الناس كلها عارفه قبلها النظام ايه. حضرتك عارف في اوروبا بيحدد في وسط الاسبوع ثلاث واربع، فانت بتعمل جدولك عادي. لو قبل الموسم جدولك معاك ما فيهوش تغيير، الدنيا واضحه، لا الامور مختلفه تماما. ما عندهمش مشاكل خالص ان هو بيلعب يوم بيلعب سبت وحد، ممكن يلعب مباراه جمعه ومباراه واحده الاثنين، فاللي بيلعبوا في اوروبا بيلعبوا جمعه السبت يروح يلعب ثلاثه ولا اربعه. انا شايفين دوري الابطال متابعين الفرقة بترجع تلعب، ليفربول اللي رجع لعب، روما، ريال مدريد، كل الناس بتلعب عادي، يعني ما فيش حاجة اسمها على طول في الأسبوع بيلعب المباراتين وبيكمل عادي خالص. لما تيجي حضرتك هنا ما تقدرش تعملها هنا، يقول لك ما فيش طيران، والقرار الوزاري قبل ثلاث أيام، وعشان يرجع ممكن يرجع بعد ثلاث أيام من أفريقيا، وبعدين ينزل في مطار في العاصمة مثلا في نيجيريا، ويقوم واخد أتوبيس 600 700 كيلو أو طيارة ثانية. يعني الأمور صعبة جدا بالنسبة لنا. طبعا لازم الاتحاد الافريقي يحدد يومين بس، ما فيش حته ثلاث ايام والنادي يختار كمان يختار منهم. يعني دي صعبه جدا انك انت تعمل جدول منتظم والاتحاد الافريقي يحدد لك ثلاث ايام تختار اللي على مزاجك، ما ينفعش. قدها وقدود يا حاج عامر، لكن مباراه القمه ان شاء الله يوم 26، هل ان شاء الله يعني ممكن نشوف فيها يعني وجود عدد جماهيري، ولا المتاح حاليا الاعداد البسيطه في الدوري المصري؟ هو الاتفاق اللي ماشي في الدوري هو 500 لكل كل نادي. ده اللي هيستمر، ممكن بالاتفاق بيبقى في اجتماع تنسيقي مع النادين ومع الامن،
وصلات، سويلان بيبقى محاضر في الاجتماع دوت على حسب الظروف وقتها، هل الامن بيوافق على زياده العدد عن كده او بيلتزم بالعدد دوت. هذه امور بتبقى قبل المباراه باربع خمس ايام، بيتم تحديد الاعداد وبيتم اختار الناديين. ان شاء الله يتم تحديد اعداد، نفسنا الجماهير كلها تستمتع، وان شاء الله مباراه قمه تطلع بالشكل اللائق. اشكرك طبعا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات.